كل ما كان فوز مهم ومطلوب، وبدايه ان شاء الله تكون موفقه لفريق النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف المدرب العام، ببارك لك يا كابتن يوسف. الفوز مطلوب والاداء كان مطلوب النهارده، لكن اكيد نقدر نقول النادي الاهلي كان عنده اكتر من كده، لكن قدر ان هو يلعب على قد الفرقه، على قد الامكانيات، على قد كمان اجواء العيد. بقول لك في البدايه طبعا قبل كل الكلام ده، كل سنه طيب، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي طيب. الله يخليك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه طبعا وكل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله طيب. بمناسبه العيد الاضحى، الحمد لله يعني مباراه زي ما انت قلت بدايه دوري الدور 64، يعني طبعا بنحترم فريق السودان، لكن في نفس الوقت برضو يعني كسبنا بنتيجه كويسه، ادينا بشكل كويس جدا، متحكمين في الريتم المباراه من البدايه. انا شايف طبعا ان يعني النهارده فرص، برضو احمد الشيخ بياخد فرصه ونزل واثبت نفسه. عندنا علي لطفي بدا وراه برضو في حراسه المرمى، شغل كويس. الشناوي كان راجع من الاجازه بتاعت لعيبه المنتخب. في النهايه يعني المباراه فيها ايجابيات كتيره، لكن طبعا تواضع المنافس بتاعك، مش عايزين نبالغ في الموضوع، احنا لسه بنبتدي مشوار. حلم بتاعنا ان احنا ان شاء الله في مايو نكون بنلعب فاينل ونفوز بالكاس. يعني انا شايف المباراه طبعا في مجملها احنا متحكمين في الريتم، بنلعب شغالين بشكل كويس جدا. التلت الهجومي بتاعنا النهارده اضعنا اهداف، انا شايف الاهداف دي لو كنا استغلناها كنا ممكن نخش في 7 و8، لكن في النهايه الحمد لله يعني المباراه زي ما انت قلت اجواء العيد وتواضع المنافس شويه لحد ما خلت يبقى في شويه طمانينه. يعني كابتن يوسف لما كان على راس الجهاز الفني في اي فريق كان بيطلب مزيد من الاهداف، يعني ان يحط 3 اهداف لابد يكون في 4 و5 و6. الامر ده نقدر نقول زعل شويه النهارده الجهاز الفني، لان كان في فرص كتيره جدا يا كابتن يوسف النهارده بالنسبه للنادي. ده اللي قاله لهم مستر لاسارتي بين الشوطين، يعني قال لهم احنا كسبانين 2، خلينا نكمل وندوس ونجيب الرابع والخامس والسادس والسابع. هي دي كره القدم، لما بيكون راكب المنافس وانت اللي ليك اليد العليا في المباراه، ليه لا ان انا اكمل. احرزنا هدفين الشوط الثاني، واحد من ازار وواحده من الشيخ، لكن انا بقول يعني في النهايه طالعين بايجابيات كويسه، والناس خدت فرص النهارده. جيرالدو بقى له فتره رجع، وايضا حسين الشحات، معظمهم كله ادى بشكل كويس جدا. احنا برضو خلي بالك في بدايه موسم يمكن ادينا مباراه المقاولين والزمالك، وبعدين خدنا راحه واشتغلنا على المباراه دي، ان شاء الله نقفلها بقى ونبدا نستعد للبيراميدز، مباراه مهمه لينا ان شاء الله في كاس، فماشيين بخطوات ثابته ان شاء الله. انا كنت اكلمك فيها، هي مباراه بيراميدز النادي الاهلي كالعاده، تخلص من مباراه تقفل تخش في بطوله ثانيه. مباراه بيراميدز ليها حسابات خاصه مع فريق النادي الاهلي كونها مباراه كاس يا كابتن. طبعا مباراه كاس ومهمه جدا، بطوله بالنسبه لنا. احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا يعني كاس مصر يبقى من ضمن البطولات بتاعتنا، وهدفنا ان شاء الله. فمباراه مهمه جدا لينا ودور مهم جدا لينا، المباراه بتاعت النهارده مش عايزين نبالغ فيها خلاص، يعني هنبدا نفكر في مباراه بيراميدز ان شاء الله من بكره ان شاء الله. حبيبي كابتن، شكرا حبيبي، شكرا، متشكرين. مبروك من جديد، مبارك اكيد للكابتن محمد يوسف المدرب العام.